هذا المعرض هو نسخة جديدة من المعرض اللي أطلقناه بال 2015 بأيام الحصار، لما كانت حلب أحياء حلب محتلة بمعظمة. نحن ردنا نفرجي صمود وتحدي وإبداع المرأة الحلبية، المرأة السورية الصامدة بأصعب الظروف. وهلأ الظروف صارت أحسن أمنياً نوعاً ما، فبالتالي نحن مشاركة صارت أكبر، ونحن عم نربط هذا الموضوع مع التدريب والتأهيل اللي عم نعمله بغرفة الصناعة. فبالتالي كثير من المشتركات هن انخضعوا لدورات التدريب والتأهيل الموجودة عنا بالغرفة، فلذلك المشاركة صارت أوسع. الهدف أنه نحن نساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، مساعدة على تكبر وتنمو وتوظف ناس وتصدر، هذا هو الهدف. نحن اليوم عنا افتتاح معرض سيدات الشهباء، هو معرض خاص بالسيدات اللي بيشتغلوا ببيوتهم وأسسوا مشاريع صغيرة وعم بيحاولوا يستقلوا ماديا ويكونوا معالات لأنفسهم ولعائلاتهم. وهنن السيدات ما في عندهم منافذ للبيع، هو المعرض صاير وسيلة لحتى هن يقدروا يبيعوا منتجاتهم. معرضنا معرض سيدات الشهباء، في عنا فوق 90 ستاند، في عنا فوق 120 مشاركة كلهم سيدات أعمال، ومثل ما قلت لك هنن عم بيحاولوا أنه هنن يكونوا سيدات فعالات بالمجتمع ويرفضوا الاقتصاد الوطني ولو بجزء صغير. الهدف من معرض سيدات الشهباء هو تمكين المرأة وتأمين منفذ بيع لها، وحتى التوقيت اللي نحن نقيناه انه هو يكون قبل العيد مشان يكون فرصة للسيدات لحتى يقدروا يبيعوا منتجاتهم واكيد يستقلوا ماديا اقتصاديا. حبينا نشارك بما انه ما في عندنا محلات ثابته، شاركنا نحن شغلنا كله يدوي بالبيت. اكيد نحن اهم شيء نحن عندنا بنحافظ على النظافه وجوده المنتج اللي نحن بنقدمه. نحن بنعمل كثير شغلات مثل حلويات العيد، محشيه بالعجوه، في عندنا بجوز، عندنا بالورد، في عندنا بالفستق الحلبي، وفي عندنا فواكه مجففه، في عندنا مثلا البولمي او مثلا البرتقال المجفف او التين والى اخره. في عنا اهم شيء في عنا بنقدم بسكويتات، بسكويت شوفان صحي معجون بالدبس العنب مع زيت الزيتون فوق شوكولا دارك دايت مع فواكه مجففه واستوائيه او مكسرات. انا بشتغل شغل يدوي بالكروشيه، بشتغل بالمخرز، بشتغل بخيط القطن، بخيط الكليم، بعمل بوكسات كبيره صغيره او صواني، بعتمد على الخشب بالقواعد، يعني بوصي على الخشب بقصوا لي اياه، وبشتغل العاب كمان بخيط القطن، يعني حسب الزبون، حسب طلبه وحسب افكاره ناخذ، يعني ناخذ طلبات. دخلت الشغل على شغلي البيلكسي والخشب، بنشوف ايش السوق دارج فيه ونحاول نشتغل. حبيت أشارك بهالمعرض كونه بيتيح لنا الفرصة يعني لنعرض هيك أشغالنا وكل اللي بيشتغلوا بالهاند ميد. صراحة عملت بروشات وبنفس الوقت حبيت أعمل إضافة جديدة ودخلت ريش، قطع ريش كمان، كونه أنه شيء جديد وما موجود هيك شيء بالأسواق. بنفس الوقت الحمد لله بلاقي إقبال، هي أول مرة بشارك في المعرض. صناعتي هي ألبسة قطنية رجالية نسائية، طبعا صناعة وطنية. هي كتير مشاركة، أكثر من مشاركة إلي كانت من خلال المعارض لنعرف المستهلك على المنتج السوري وأهميته وجودته وسعره، يعني سعره يتناسب مع القوة الشرائية الحالية. أهمية هذا المعرض هو نقدر نحن نوصل من المنتج للمستهلك قطعة تتناسب مع القوة الشرائية، خاصة في ظل الظروف الراهنة اللي فيها غلاء بالأسعار. شوي تخطينا دور التاجر، دور البيع المفرق، دور بيع الجملة، وعم بيقدر ياخذ المستهلك قطعة نوعا ما سعرها مقبول.